لكن لما قزم رجعت مع احنا الساخ نتاع الخاص اليوم اللي راح يروح يمشي لشي هالوقت هذا قال لي غرام انا كنا في مهمة رحنا للجيش باش تشوفوه شعبي قال لي راهو عندي فطر هنا عندي السبيطار الصديقية قال لي عندك وهو ميت باش الغدو يمشي لليبيا حكمو تجاني الدم عمل عملية قال لي عندك مصرانة زايدة الغدو رحت طلعت عليه قال لي أنا نمشي قال لي أنا نمشي هو طالع رحت جبتو هنا طالع السلوم تاع الطايرة ودبيوته ملا كي طالع في السلوم دبيوته وليت رحت انا للفارماسي ثم جبت له القطن والدواء الاحمر وتم الرحله نتاعو كوراج كوراج هو عند الجزائر قبل كل شيء